صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت عليه امرأة من نسائه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلا وصامه وحده فلا بأس، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة، ولكن أفرده لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، فنص على الخصوصية، أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.